زور بحكي لكم حكاية كلنا فيها بندور. نزور أبطال غيروا نظرة الكون. نسمي بالله ونبدي قصتنا أنا وإنت وكل حبايبنا. كان يا ما كان في قديم الزمان. أنتوا بتسمعون قصص فرح. صباح الخير على عيالي الحلوين. صباحكم يوم الأحد الجميل، أول يوم بالأسبوع نكون فيه نشيطين وشطار وحلوين. إن شاء الله قعدتوا مبكر من النوم ولبستوا تدفيتوا برا كنا بيطق مطر، الأرض رطبة. دير بالكم يا أطفالي الحلوين إذا عندنا بوت نلبسه وما نطفي المي نبعد عنا علشان لا تتوسخ ملابسنا من الصبح. أطفالي الحلوين نرجع حق المدرسة ونرجع نشوف أصدقائنا الجميلين ومعلمينا ومعلماتنا الطيبين ونتعلم أشياء جميلة وحلوة وجديدة. لا تنسون يا أطفالي الحلوين إن ما شاء الله بما إن مطر دايما نرفع إيدنا وندعي حق ديرتنا الكويت، الله يحفظها ويديم علينا الأمن والأمان. تدرون يا أطفالي الحلوين إن إذا قعدتوا من الصبح مبكر وقلتوا الله اليوم راح يكون يوم جميل وايد وايد، تدرون يا أطفالي الحلوين إن رب العالمين راح يخلي يومكم هذا حلو وجميل. بس دايما لازم إحنا يا أطفالي الحلوين إن نتفائل ونقول كلام حلو وجميل ونقول إن يومنا جميل وإن راح تصير لنا أشياء حلوة وإحنا راح نكون حلوين وشطار مثل ويكم الحلو والجميل. لا تنسون يا أطفالي الحلوين بهذا المطر الجميل إن شاء الله الله يديم على ديرتنا الكويت الأمن والأمان، وندعي حق أهلنا وأطفالنا في فلسطين ونقول لهم الله يفرج عليهم يا رب العالمين ويرحم شهدائهم. حبايبي أطفالي الحلوين، سؤال اليوم بما إحنا قاعد نسولف عن كل الأشياء الجميلة والحلوة وكانت عندكم إجازة جميلة وحلوة، قولوا لي شنو أحلى شيء صار لكم في الإجازة؟ كلمونا على 2-20-90-4 أسمع السوالف الجميلة اللي سويتوها في إجازتكم الحلوة وأسمع أجوبتكم العجيبة. ما شاء الله على المعلومات الجميلة عن ديرتي الكويت الحلوة. نرجع حق سؤال اليوم ويومنا الجميل، شنو سويتوا في الإجازة؟ أبي أسمع سالفتكم الحلوة الجميلة على 2-20-90-4 ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ حسين. اهلا وسهلا حسين. حسين قل لي شنو سويت بالاجازه؟ شنو احلى شيء سويته؟ اي يا سلام حبيبي، الحمد لله على السلامه. استانست بالسفره؟ يلا كلم اختك. الو. صباح الخير. صباح النور. شنو أحلى شيء سويتي بالإجازة؟ سافرت إيران. يا سلام حبيبتي، والله الحمد لله على السلامة يا قلبي. أنتوا رايحين المدرسة؟ عفية على عيالي الحلوين حبايبي، أنتوا ودرب السلامة حافظكم الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ ليان. اهلا ليان الحلوه. ليان شنو احلى شيء سويتيه في العطله؟ العطله هذيك كيفك اللي تبين العطله هذيك على راحتك. رحت كشت مرتين. ما شاء الله كشتوا في البر؟ ايه. كشخه والله. وحطيتوا الخيمه وسويتي مارشميلوز؟ ايه. يا حلاتك والله بالعافيه حياتي. رايحه المدرسه؟ إيه؟ عفية على بنتي الحلوة الشطورة. I love you. درب السلامة يا قلبي، ونقول صباح الخير. Good morning. منو معاي؟ ليان خديجة. أهلا ليان خديجة. What did you do on your holiday? What's the best thing you did? I went to the cinema with my friends and then something really bad happened in the holiday. What? I went to the trampoline park and I have a fracture in my leg. أخي حبيبتي سلامات. And how are you now? Good. I still have the cast. حبيبتي والله سلامات أخي. And your sister, what did she do? Hopefully it didn't break anything also. No, I didn't break anything. الحمد لله. I went to the trampoline park. Yes. To the cinema.
and my friend's house. Wow, that's a nice thing to do with your friends. Hayati, into going to school? Yes. Very nice. Have a nice day. I love you. ونقول صباح الخير. صباح الخير. منو معاي؟ بدر. أهلا بدر. بدر قول لي شنو أحلى شيء سويته بالإجازة؟ شنو؟ شنو أحلى شيء سويته بالعطلة؟ طبعاً من سفرنا البحرين. يا سلام. رحتوا على نهاية 12. إيه؟ رحنا هذا كانت احتفال السنة الجديدة. يا سلام. رحت ومستحيل ما سمعت من التكتاب إن احتفال أكبر احتفال السنة الجديدة متى؟ متى؟ وين؟ وين؟ بالبحرين. يا سلام. البطة تجوني على خير والله. رحتوا بالسيارة؟ رحتوا بالسيارة ولا بالطيارة؟ سيارة. سيارة. يا سلام. لا الطيارة متى نوصل؟ بعد دقيقة. صح صح صح. العرين قريبة. صح حياتي. أقرب من السعودية. أبو صالح عادي يكلم أخوي؟ عادي أكلم أخوك. خلي أكلمه. سلام أبو صالح. سلام حياتي. أنت قل لي شنو أحلى شيء سمعته بالإجازة؟ سافرت مع أخوك رحت البحرين؟ قاعدين. يا قلبي أنت ما أسمع صوتكم. حياتي أطفالي الحلوين لما تكلموني بالتليفون قصروا على الراديو حيل 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 وكلموني من التليفون عشان أسمع صوتكم العجيب. ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ جنى. أهلا وسهلا. شنو أحلى شيء سويتي بالإجازة؟ شنو ما اسمع؟ رحنا قطر. رحتوا قطر. الله. رحتوا بالسيارة ولا بالطيارة؟ بالطيارة ولا بالسيارة رحتوا قطر؟ شنو؟ رحت. ألو طبعا بما أن قلنا قطر نبارك حق قطر ديرتنا القريبة الصديقة العزيزة على فوزهم. يا رب إن شاء الله يكونون دائما بأعلى المراتب. ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ أنفال. أهلا أنفال. أنفال شنو أحلى شيء سويتي بالإجازة؟ رحنا ونترلان. الله. مرتين. يا سلام. وركبتوا كل الألعاب؟ إيه. يا حلاتك والله حلوة أنفال. رايحة المدرسة؟ عفية على بنتي الحلوة الشطورة. درب السلامة. ونقول صباح الخير. ألو. صباح. منو معاي؟ أهلا وسهلا ومرحبا. قولوا لي شنو أحلى شيء سويتوه في الإجازة؟ ورحتوا وينترلان يا سلام. ولعبتوا باقي بالبر؟ بس حط لبستوا الخوذة والأشياء اللي تحميكم وانتوا لابسين راكبين الباقي. شاطرين حلوين عيالي. رايحين المدرسة؟ وصلتوا حبايبي. انتوا الشطار النشيطين اللي يوصلون المدرسة مبكر. عفية على عيالي. درب السلامة حبايبي. حافظكم الرحمن. ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ صادق. صادق. صادق وجميلة وعلي وينهم؟ بس ورا ورا. ما يبون يقولون هالمرة صادق وجميلة وعلي؟ قولوا. ها؟ قولي صادق. يلا خلاص ما انت عيل. صباح النور. صباح النور يا قلبي. قولي صادق شنو سويت بالإجازة؟ شنو أحلى شيء سويته بالعطلة؟ احنا رحنا اليوم البحر. ما شاء الله. ورحنا السينما 360. يا سلام عليكم. بالعافية حبايبي. انتوا استانستوا بالعطلة؟ إيه. يلا الحمد لله الحمد لله. رايحين المدرسة؟ إيه. عفية على عيالي الحلوين حبايبي. درب السلامة. حافظكم الرحمن. سؤالنا اليوم يقول يا أطفالي الحلوين شنو أحلى شيء سويتوه في الإجازة؟ كلموني على 22 20 20 90 4 أسمع أجوبتكم العجيبة.
الشهيد حبيب غريب علي إبراهيم الحسين. الشهيد كانت له عدة بطولات. تدرون يا أطفالي الحلوين إن الشهيد كان قوي وشجاع، يجمع الأسلحة ويوزعها على المحتاجين، يوزع الفلوس، وكان يراقب العدو، وهم كان يحرس المنطقة من السرقات. تدرون يا أطفالي الحلوين إن الشهيد كان قوي ودافع دائماً عن ديرتنا الكويت. وفي تاريخ 27/11 استشهد الشهيد وهو يدافع عن ديرتنا الكويت. شهيدنا الغالي اسمه ما راح، وموجود ليل حين بيننا بكل مكان ينذكر اسمه بالخير، لأن بعد رب العالمين شهدائنا هما سبب تحريرنا. فالي الحلوين راح يكون عندنا من اليوم لآخر يوم في فبراير مسابقة. مسابقتنا راح تصير إن أنا أبي أسمع أحلى واحد يغني لي السلام الوطني. ساهر نشغل النشيد الوطني عشان يسمعونا أطفالي الحلوين، عشان تعرفون شنو الموسيقى اللي راح نسمعها. أطفالي الحلوين، سمعتوا النشيد الوطني هذا؟ كلنا حافظينه وكلنا نقوله بطابور الصباح. من باكر راح أبلش أسأل أطفالي الحلوين، راح أختار من الاتصالات واحد منكم يغني للسلام الوطني مع أغنيتنا على مارينا أف أم. اتفقنا؟ سؤالنا اليوم يقول أطفالي الحلوين، شنو أحلى شيء صار لكم في الإجازة؟ وناخذ أول اتصال نقول صباح الخير. صباح الخير. منو معاي؟ أسيل يوسف. أهلا وسهلا، شنو أحلى شيء صار لك بالعطلة؟ سافرتوا؟ رحتوا الألعاب؟ رحتوا السينما؟ رحنا الألعاب. رحتوا الألعاب ولعبتي وايد استانستي؟ إيه. عفية على بنتي الحلوة. عادي أختي تكلمني؟ عادي أختك تكلمني. ألو. أهلا، صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ أبرار. أهلا أبرار، قولي لي شنو أحلى شيء سويتي بالإجازة؟ رحت الألعاب. رحتي بعد الألعاب؟ كشخة والله حالاتكم بناتي. رايحين المدرسة؟ إيه. عفية على بناتي الحلوين، درب السلامة، حافظكم الرحمن، ونقول صباح الخير. ألو. صباح النور. من هو معاي؟ لين. أهلا لين. لين قولي لي شنو أحلى شيء سويتي في الإجازة؟ أنا أقعد في الكرسي وأفرغي على أي شيء أنا أبيه في التلفزيون. يا حلاتك والله أنت أحلى شيء. كرسيك أي لون؟ لون أحمر. الله يا حلاتة والله يا حلوة يا لين. رايحة المدرسة؟ إيه، أحد وصلنا. وصلت حبيبتي، حمد لله على السلامة يا قلبي، حافظك الرحمن، ونقول صباح الخير. ألو. ألو. صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ كرمة. أهلا يا كرمة، شخبالك كرمة؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لي شنو أحلى شيء سويتي في الإجازة؟ إيه، سويتي محاشي بعد مع ماما؟ لا ما سويناه. ما زويت؟ أنا ما أسوي. يلا وعيل شنو سويتي في الإجازة شي حلو؟ طلعت ورحت إيه؟ الألعاب. رحتي الألعاب ولا وانتي عملت البازل؟ لو انت عملت البازل ورحت الألعاب واستمتع. يا سلام يا روحي، انت يا حلوة رايحة المدرسة كرمة؟ ايوه. عفية على بنتي الشاطرة، ندش المدرسة بنشاط وحيوية. ايوه دلوقتي في السيارة. يا حياتي انت يا حبيبتي، دربس ورابط حزام الامان كارما. اي شطورة حلوة وامورة حياتي انت، دربس السلامة، حافظك الرحمن، ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ حمني وعوش الشيخة. أهلاً وسهلاً بحمني وعوش الشيخة. قولوا لي شنو سويتوا في العطلة؟ ورحنا ونتلعن. الله وايد استانس. يا حياتي بالعافية بالعافية. لعبت ألعاب؟ لعبتوا كل الألعاب شيء عواشة؟ ألو تجي
شكرا. يا حلاتكم والله حبا. الله وناسة. رايحين انتو الحين المدرسة؟ شاطرين. رابطين حزام الأمان؟ شاطرين حلوين. درب السلامة. حافظكم الرحمن. ونقول صباح الخير. ألو. صباح الخير. ألو. منو معاي؟ أهلا وسهلا. شنو أحلى شيء سويتي بالإجازة؟ شنو سويتي؟ أحلى وينترلاند. الله يا سلام. الكل رايح وينترلاند. كان الجو حلو؟ ولعبتها؟ عليك بالعافية يا روحي. أنت رايحة المدرسة؟ شاطرة حلوة وأمورة. درب السلامة حبيبتي. حافظة الرحمن. ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ أهلا وسهلا. قولوا لي شنو الشيء اللي سويته وايد حلو كان بالعطلة؟ رحنا حولي بار. يا سلام. الله. ولعبتوا الألعاب اللي هناك؟ عليكم بالعافية يا روحي. رايحين المدرسة؟ ولا وصلتوا؟ رايحين يا قلبي انتوا. درب السلامة. حافظكم الرحمن. ونقول صباح الخير. منو ما اوبس قطع الاتصال. اطفالي الحلوين قولوا لي شنو احلى شيء سويتوه في الاجازة؟ كلموني على 22-20-90-4 ونقول صباح الخير. صباح الخير. منو معاي؟ عايشة ونورة. أهلا عايشة ونورة. عايشة ونورة قولوا لي شنو أحلى شيء سويتوه بالعطلة؟ رحنا فندق. الله كشخة. وقعدتوا بالفندق؟ إيه. وأنتي عايشة ونورة كنتوا بغرفة بروحكم؟ لا. لا مع ماما وبابا؟ لا أمي أبوي بروح. وأنا عايشة بروح. كشخة والله كشخة. واستانستوا وايد؟ إيه. عليكم بالعافية يا روحي. أنتوا رايحين المدرسة ولا للحينكم بالبيت؟ للحين بالبيت. وإذا ركبنا السيارة شنو نسوي؟ نربط حزام الأمان. شطورين حلوين. عفية على بناتي الحلوين. درب السلامة. ونقول صباح الخير. صباح الخير. قصر على الراديو عشان أسمع صوتكم الجميل. منو معاي؟ نوف. أهلا نوف. نوف قولي لي شنو أحلى شيء سويتي في الإجازة؟ رحنا مسرحية ست مالت عائلة عدنان. يا سلام. وشونها كانت حلوة؟ وايد. ورفعتوا ستيتش آخر شيء لما قالوا لكم؟ إيه. كشخة والله كشخة. قولي لي. أختي تبي تكلمك. يلا كلم أختك. ألو. ألو صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ ريان. اهلا وسهلا. وقولي لي شنو سويتي انت بعد بالاجازه؟ رحتي مسرحيه؟ لعبت سوني. لعبتي سوني؟ كشخه والله. ما رحتي المسرحيه مع اختك؟ رحت. رحتي. عليكم بالعافيه حبيبتي. انت وصلتوا المدرسه ولا للحين بالطريق؟ للحين بالطريق. حياتي. درب السلامه. حافظكم الرحمن. ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ جاسم. اهلا جاسم. جاسم شنو احلى شيء سويته في العطله؟ راح كنت خلاص. الله يا سلام. ولعبت كل الالعاب؟ نعم. اكلم اختي. عادي اكلم اختك. الو. الو. الو صباح الخير. منو معاي؟ شو اسمك؟ حلاتك. اهلا وسهلا حلاتك والله. قولي لي شنو سويتي في العطله؟ رحتي الله رحتي ولد ولعبتي بالألعاب؟ إيه. عفية على بنتي الحلوة الشطورة. حافظكم الرحمن. ونقول صباح الخير. صباح الخير. منو معاي؟ خديجة. أهلا خديجة الحلوة. خديجة شنو سويتي أحلى شيء سويتي في العطلة؟ رحت المخيم ولعبت منك وايد لعب. إيه؟ ولعبت منك. إيه؟ بدر واستانست مع خالاتي أمي وأخوي. إيه وأخواتي. حبيبتي عليك بألف عافية يا روحي. أنت كان نعم أحبك وايد يا قلبي. أنا بعد أحبك وايد وايد. رايح المدرسة؟ إيه. عفية على بنتي الحلوة. ندخل المدرسة وإحنا مستانسين. أوكي
أوكي. عفي على بنتي الشاطرة. أبو فرح الحلوة. باي. باي حياتي انتي باي. ونقول صباح الخير. صباح الخير. منو معاي؟ فاطمة. أهلا فاطمة الحلوة. فاطمة قولي لي شنو أحلى شيء سويتي في العطلة؟ رحت وينترلاند ورحت ماجيك ماوس. ما شاء الله كل الكويت رايحة وينترلاند، ليش ما عزمتوني؟ كلكم رايحين ما قلتوا لي أبله فرح تعالي. مرة الجاية تروحين تعزميني؟ ايه. على تنتي والله رايحة المدرسة؟ ايه. اوكي عفية على بنتي الحلوة الجطورة حافظة الرحمن يا قلبي. ونقول صباح الخير. الو الو صباح الخير. منو؟ اهلا منو معاي؟ اهلا عزيز. قولي شنو احلى شيء سويته في العطلة؟ رحت الألعاب؟ رحت السينما؟ ألو عزوز؟ رحت المزرعة. الله يا سلام، استانست هناك؟ عفي على ولدي البطل حبيبي، درب السلامة حفظك الرحمن. ونقول صباح الخير. صباح النور. منو معاي؟ عزيز وسارة. أهلا عزيز وسارة. عزيز وسارة شنو أحلى شيء سويتوه في العطلة؟ رحنا وينترلاند. يا سلام، الكل رايح وينترلاند، عليكم بالعافية. استانستوا هناك؟ إيه. الحمد لله حبايبي. أنت ورايحين لسكول؟ ايه. عفي على عيالي شاطرين، درب السلامة حافظكم الرحمن. ونقول صباح الخير. صباح الخير. منو معاي؟ فراس وداليا. اهلا وسهلا، قولوا لي شنو احلى شيء سويتوه في العطلة؟ رحت المباراة. رحت المباراة، مباراة العربي والقدسية؟ ايه. الله، وكنت تشجعون منو، العربي والقدسية؟ قدسية. يا سلام، يعني استانستوا لما فازوا؟ ايه. كشخة كشخة والله عيالي الحلوين. رايحين المدرسة الحين؟ ايه. ولا وصلت؟ يلا يلا let's talk to your sister. الو. الو صباح الخير. صباح الخير. وين رحتي انتي في العطلة؟ هم رحتي المباراة؟ لا. ها ايش سويتي؟ شالي. رحتي الشالي، كشخة والله اللي رايحة الشالي. رايحين المدرسة انت والحين؟ ايه. عفي على عيالي الحلوين، درب السلامة حافظكم الرحمن. ونقول صباح الخير. هاي ابو فرح. هلو، خلي اقول حق يا اصدقائي اللي قاعد يسمعوني، انا العطلة هذه كانت حلوة واحلى يوم عندي. ليش عزوز وميار؟ عشان شفناك. اي والله، علشان انا شفت عزوز وميار والتقيت فيهم، كانوا يكلموني بالتليفون وهالمرة شفتهم كشخة، صح ولا لا؟ وشنو كان بعد معنا عزوز وميار؟ شنو كان عندنا لما شفتكم؟ شنو كان بايدي؟ حية. صح، صورنا مع الحية، صح ولا لا؟ اي عاد لازم نعيدها عزوز وميار، اشوفكم بعد مرة ثانية لان امس وايد استانست لما شفتكم، فلازم استانس انا كل يوم. اوكي اوكي حبايبي عيالي، قولوا لي رايحين المدرسه؟ ايه. ورابطين حزام الامان؟ ايه. عفية على عيالي الحلوين الشطار، درب السلامه يا قلبي. القهوه. يا سلام، بالعافيه عليكم وعلى القهوه والله يا روحي حبايبي. ونقول صباح الخير. جود مورنينج. مورنينج، منو معاي؟ دلال. أهلا دلولة الحلوة. دلال شنو أحلى شيء صار لك بالإجازة؟ رحت الشاليه. رحت الشاليه؟ كشخة، وتسبحت بحمام السباحة ولا لا؟ إيه. يا سلام، قولي لي رايحة المدرسة ولا لا؟ إيه. يا سلام، وصلتي؟ إيه. في على بنتي الحلوة الشطورة حافظة الرحمن دلولي. ونقول آخر اتصال اليوم، صباح الخير. صباح الخير. منو معاي؟ معاك أم عايشة ونورة. أهلا وسهلا. حكيتي نورة وزعلتي لي عايشة. ليش؟ عشان ما حكيتيها اللي قالت لك بروح الفندق، حكيتي واحدة. وي، رد نحاكيها فعلت ولا تزعل عايشة. وين عواجة الحلوة؟
كرسي. ألو عواشة، أنا حزبالي أنتي رحتي مع أختك الفندق عشان كذي قلت إنه خلاص اثنينكم مع بعض. قولي لي شنو سويتي شي حلو بالإجازة؟ ها عواشة وين رحتي؟ يلا قولي لي رحتي مع رحتي الفندق بعد؟ كل مكان رحتي كل مكان. وين الكل مكان يروح؟ قولي لي علشان أنا أيلك وأراضيك وما خليك تزعلين. أي معاك أنا؟ سباق سيارات. سباق سيارات؟ أخ تعرفين تسوقين سيارات سريع؟ إيه. عفي على ودي. رضيتي عايشة علي؟ ولا للحين زعلانة إيه. مني؟ مو زعلانة الحمد لله أنا، لأن ما أقدر إذا أنت زعلتي بعد أنا قاعدة أبكي وأقول لا عايشة زعلانة علي ما أقدر. أشونج دقيتي صح؟ عفي على بنتي الحلوة، ندد ندخل المدرسة وإحنا مستانسين؟ عفي على بنتي الشطورة، درب السلامة حفظك الرحمن. أطفالي الحلوين من باكر راح نشغل السلام الوطني ونغنيه مع بعض أول ما نبدأ البرنامج وقبل ما نخلص البرنامج. صار الوقت يا أطفالي الحلوين إن أنا بعد أروح المدرسة، فلا تنسون دخلوا المدرسة بنشاط وحيوية، وتذكروا أنتوا شطار، أنتوا حلوين، أنتوا مميزين، وأنتوا قدها. أحبكم وايد وايد وأكلمكم على خير.